ثلاثة، الأكراد يحلمون بالدولة الثامنة بعد 7 دول كردية فاشلة. التجربة ديت لو نجحت معناها إقامة دولة كردية. دي مش أول مرة يحاولوا إقامة دولة كردية، دي هتبقى الدولة رقم 8 بعد 7 محاولات فاشلة. المحاولة الأولى مملكة كردستان، مملكة كردستان سنة 1922 كان زعيمها اسمه محمود الحفيد. مملكة كردستان ديت قعدت شوية صغيرين، لكن كان بدأ النفط يبان في كركوك، الإنجليز كانوا موجودين، وقفوا مع العراق ضد انفصال هذا القسم، وفشلت مملكة كردستان 22. الدولة التانية اسمها كردستان الحمراء. كردستان الحمراء في منطقة ناغورنو كاراباخ اللي احنا قلنا عليها، اللي هي بين أرمينيا وبين أذربيجان، اللي فيها حاليا 200,000 كردي، لكن الاتحاد السوفيتي ما كانش بيرحم، 29 هد كل حاجة بما فيها كردستان الحمراء بعد 6 سنين من قيام هذه الدولة الصغيرة. الدولة الثالثة اسمها جمهورية أرارات. جمهورية أرارات كانت في تركيا، جزء من تركيا، كان دولة كردية اسمها أرارات، نسبة إلى قرية أرارات خدوها عاصمة لهذه الدولة، لكن الجيش التركي سنة 30 قضى تماما على دولة أو على جمهورية أرارات. أربعة، أو الجمهورية الرابعة أو الدولة الرابعة للأكراد، هي جمهورية مهاباد. حتى من الأسماء، جمهورية مهاباد كانت في إيران، جمهورية أرارات كانت موجودة في تركيا، كردستان الحمراء كانت موجودة بين أرمينيا وأذربيجان. مهابات 46، وبرضه الجيش الإيراني قضى عليها في خلال 6 شهور، وكان رئيسها اسمه قاضي أحمد. الدولة الخامسة إقليم كردستان سنة 70، لما عمل اتفاق مع بغداد، وكان في علم ونشيد وشكل مستقل، لكن في إطار وحدة كبرى مع العراق، إنما ده لم يتم فيما بعد. الجمهورية السادسة هي جمهورية لاجين. جمهورية لاجين هي اللي كانت أيضا موجودة في منطقة كاراباخ، إنما برضه استثمروا الصراع ده كان في التسعينات، يبقى مرتين حولوا في المنطقة بين أرمينيا وأذربيجان، مرتين. المرة الأولى السوفييت خلصوا عليهم، والمرة الثانية سنة 92، لكن الجمهورية ديت كمان فشلت لأن روسيا اتدخلت وأوقفت قيام دولة كردية في هذا المكان. دلوقتي بقى في إقليم روج آفا. روج آفا دي كلمة كردية معناها غرب كردستان، دي بقى في سوريا. في دلوقتي محاولة لأن يكون في دولة كردية في سوريا ودولة كردية في العراق، في استفتاء في العراق، إنما في انتخابات داخلية في إطار فيدرالي في سوريا. السوريين مستائين جدا من ده، وبعض الخبراء في سوريا بيقولوا هم جم لاجئين وما كانش عندهم ظروف مواتية، ولما جم كلاجئين استقبلناهم كضيوف، وكانوا قليلين جدا اللي هم الأكراد السوريين، إنما أغلب الأكراد اللي جم ما هم السوريين، إنما جم كلاجئين، و80,000 خدوا الجنسية قريب، إنما أغلبهم كان جاي لاجئ بما فيهم اللي أخدوا الجنسية. فمش منطقي طبقا لمراكز دراسات سورية في دمشق إن ناس جم لاجئين قعدوا اشتروا بيوت استوطنوا وبعدين قالوا نعمل جمهورية مستقلة داخل سوريا. عشان كده سوريا بتقول كلام قوي جدا في مواجهة أي كيان كردي يتم إعلان انفصاله. هم بالمقابل أكراد سوريا بيقولوا إحنا مش عايزين نستقل، إنما هنكون في إطار فيدرالي مع الدولة السورية. لكن في كل الأحوال إحنا إذا دولة كردستان التي تحاول أن تنفصل وتستقل عن العراق، وبالتالي سميت المنطقة الكردية في سوريا بغرب كردستان، ويبقى في إيران شرق كردستان، ويبقى في تركيا شمال كردستان، وبعد كده الأمل أن يكون في دولة كردستان الكبرى. طبعا سوريا ضد، لأن ده معناه تقسيم سوريا، وإيران ضد، أن ده معناه تقسيم إيران، وتركيا ضد، أن ده معناه تقسيم تركيا. إنما يبدو أن القوى الدولية متواطئة على ذلك، رغم ما يبدو من اعتراض من القوى الدولية على قيام دولة كردستان.